هل لأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني بالغت في تسويق تجربتها الديمقراطية وقيمها الديمقراطية، أم أن لا، الديمقراطية الأمريكية فيها خلل، فيها إشكالية اتضحت بصورة جلية جدا في تجربة ترامب وما حصل البارحة؟ لا أبدا، الديمقراطية الأمريكية ليس فيها خلل، ولكن تجربة ترامب هي تجربة طارئة على المسار الديمقراطي الأمريكي بحسب تصور. ترامب رجل يعني الكل يعرفه، هو رجل تعبوي وشعبوي بنفس الوقت، رجل استخدم الاستعراضية السياسية الحقيقة في خطاباته، ولذلك كان يعتقد أن تصلحه السلطة، لأن حضرتك تعرف أن هناك برستيج وقاعدة لإدارة السلطة في أو الخطاب السلطوي في الولايات المتحدة. كان يعتقد أنه ترامب سيتم إصلاحه حينما يصل إلى البيت الأبيض، ولكنه أفسد البيت الأبيض حقيقة، يعني لم يصلح لم يصلح نفسه، بل أفسد السلطة وهذا المشاهد التي نشاهدها. لذلك أنا أعتقد أنه هذه التجربة، أنا قلت في معك دكتور زيد أنه يعني الريغانية يعني الترامبية سوف لن يكون لها وجود، ستمحى من الذاكرة السياسية. هذا المحور الثاني، هذا المحور الثاني، لأنه يعني ربما اتفقنا إلى حد ما بين ثنايا الكلام مع الأستاذ نزار بأنه إرث ترامب لن يمحى بسهولة. أرجع إلى هاي النقطة، لكن أستاذ عبد القادر النايل أنا أختلف. جيد، أنا أختلف مع حضرتك والأستاذ نزار. جيد، لا بأس، أن إرث ترامب سيمحى بسهولة لأنه ليس له قواعد متأصلة في التجربة الديمقراطية. هذه الجدلية تستحق الكتابة في أبحاث يعني بطبيعة الحال.